منظومة قضائية قديمة، منظومة قضائية طبق في منظومة جزائية معناها بصفة معناها بطريقة عمياء، بطريقة معناها ميكانيكية كوم دي ماشين. مش معقول اليوم واحد كي تحكم عليه ب30 سنة وتحكم عليه ب20 سنة وهو ماهوش مجرم. يعني احنا اليوم هو هذا السيد الاستهلك مش مجرم. أكثر واحد تحكم في تونس نحن. خرج من الحبس نلقى أمه مجلوطة، بابا بارك، مسالف 6 ملايين، بطلت الخدمة. تحطيمه مش حبس. ما زالت المقاربة القضائية ما زالت بعيدة ياسر، بعيدة ياسر على حماية حقوق وحريات هالوليدات هذ. يعني للأسف في المنظومة نتاعنا الشخص مدان حتى لين تثبت براءته وليس العكس. اليوم في تونس شنو يفرق ما بين مروج ومستهلك؟ القانون ماهوش واضح في الشيء هذا. هل انه الكميه اللي فوقه، هل انه الهيئه نتاعو، هل انه خاطر عنده برشا فلوس، قداش فلوس ما نعرفوش. حد ما ينجم يجاوب على السؤال هذايا، وهذا يخلي للاسف اليوم فما امكانيه كبيره انه يتم تلفيق تهم ترويج على مستهلكين. السجين 52 اكتشفنا انه هو راجل في 99% من الحالات عمره 26 سنه، 90% من الحالات يا اما بطال ولا عامل يومي، يتوقف ويتفتش على الطريق العام بصفه تعسفيه احيانا، ربما استنادا على مظهره الخارجي. يتم الاحتفاظ به في عده حالات من بعد الاجل القانونيه 96 ساعه ساعات نوصلوا. علاش؟ على خاطر قاعدين نستناو في نتائج التحليل نتاعو. التحليل يصير في عده الحالات في اوضاع مهينه، في ظروف مهينه ترتقي احيانا الى التعذيب. يدخلوا معك ساعه 6 من الناس في وسط البيت وبالمشتبه ريح هذايا بالسيف يمشي بيه. شو كي انت كيفاش تنجم وانت معايا امان يرحم والديك تمشي كذا وبرشا تي 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 وقتها يقول لك هاي يمشي كان باش تمشي ولا كذا كلم داركم ولا كيفاش غنبدلوا لك تحليلك. يجيبوا شكون؟ هما ديجا ما ينجموش يعملوا في بلاستيك خاطر كلهم يكونسوميو دونك يشوفوا شكون من السبيطار. في جلسه تمتد 3 ساعات شنو القرارات اللي خرجتوا بها وتفهمتوش بين بعضكم؟ على خاطر احنا مازلنا ما فهمنا شيء. حاب نذكرك انه في بلاد صارت فيها ثوره، كان فشلت الثوره كنا تعدينا على قانون الرهيب، على خاطر انت سيادتك تحترم القوانين برشا والمذنب هو السيد اللي خرق القانون. احنا عملنا الثوره اللي جابتك في الكرسي هذا وخرقنا قوانينها باش عملنا الثوره هذا. هل اقترحت انت او حركتك او شخصيا او شفت توافق مع الكتل الاخرى باش تقترح حاجات كامله ومتكامله كيما التقنين كيما طرح التقنين كيما غيره؟ هل عام من زمان نجم يكون تعهد الحكومة لتنقيح هذا القانون؟ هل تقبل أنك تتعهد معنا برفع اليد كما باش نطلب من النواب بالضبط؟ انطلقنا في العمل. تتعهد؟ هز الأوراق مالا ولا نقول رفع العقوبة. أنا نعطي تعهدي شخصي ونهز عليه يدي اللي هو أنا سأطرح مسألة تنظيم هذه الظاهرة المتعلقة بموضوع القنب بصفة عامة. ياسين أنت غير موافق.